الإعدادي. هنبتدي النهاردة مع بعض شرح درس غرائب المخلوقات، والمقصود بغرائب المخلوقات إنها غريبة في تصرفاتها مش في أشكالها. هنبتدي أول حاجة بطائر العصفور الهزاز، هنتعلم من خلاله حب الوطن، لأن الطائر ده بيهاجر من عشه في الخريف وبيرجع له في الربيع التالي. إيه اللي بيخليه يطير وبيقطع 1000 ميل فوق سطح البحر ومش بيضل طريقه ويرجع مرة تانية إلى وطنه؟ معروف إنها غريزة حب الوطن أو العودة، أو حب العودة إلى الوطن مرة تانية، لأن الغريزة هي فطرة أو طبيعة ربنا طبعنا عليها أو خلقنا عليها. فالمفروض الإنسان يتعلم من الطير إن هو فعلا يحب وطنه زي ما الطيور بتحب أوطانها وترجع ليها مرة تانية. تاني حاجة من العجائب المعروفة اللي هي النحلة. النحلة بتجد خليتها مهما طمست، أي مهما محيت وتغيرت معالمها، بتقدر إنها ترجع لها مرة تانية. وكمان عرفنا من خلال الدرس ده إن النحلة أو نحلة العسل بتنجذب للأزهار. إحنا كنا معتقدين إنها بتنجذب للأزهار الزاهية، لكن عرفنا إن ربنا تبارك وتعالى منحها قدرة على إن هي تشوف الأزهار كلها جميلة باستخدام الأشعة أو الضوء فوق البنفسجي، فبتشوف كل الأزهار جميلة. تالت عجيبة هنتفرج عليها النهاردة أو هنشاهدها النهاردة الحصان، لأن لو تركنا حصان من الأحصنة في مكان ما، الحصان بيقدر يرجع للطريق مرة تانية أو بيرجع من نفس الطريق مرة تانية إلى مكانه، حتى ولو كان الطريق أصلا ظلام، وعنده قدرة على يعني إحساس باختلاف درجة الحرارة، لأن عينه بتتأثر بأشعة تحت الحمراء. الحاجة الرابعة اللي هي العناكب المائية، اللي هي لما بتلد صغرها كانت بتبقى عايزة أنها تكون مطمئنة عليهم من تيارات الماء أو تيارات الموج، فعشان كده ربنا تبارك وتعالى منحها القدرة على إن هي تصنع لنفسها منطاد أو بالون تحت المية، بتعلقه في شيء تحت المية وتطلع فوق السطح، تمسك بمنتهى البراعة فقاعة من الفقاعات وبتعلقها في شعرة في جسمها وتنزل بعد كده للمية وتدفعها في هذا البالون أو في هذا المنطاد إلى أن ينتفق، ثم تضع أولادها آمنة عليهم من طيارات الموج. أصعب لغز أو أصعب غريبة هنشوفها النهاردة هي لغز صعب جدا، وهو الخاص بالثعابين المائية اللي بتكتمل لما بتكتمل نموها، فبتهاجر من كل بركة وكل نهر. فمثلا هي لو كانت في أوروبا بتقطع آلاف الأميال طبعا، والميل وحدة قياس كبيرة في المحيط، ومتجهة إلى الأعماق الصحيقة أو البعيدة في جنوبي برمودا، أخطر منطقة في المحيط. بتبيض، وبعد ما بتبيض بتموت. الصغار بتاعتها لما بتفقس ما عندهاش أي وسيلة تعرف فيها إزاي ترجع مرة تانية أدراجها، أو ترجع تاني إلى الوراء من نفس المكان، نفس البركة، نفس النهر اللي أمها خرجت منه. لكن الفطرة أو الطبيعة أو القانون الخفي اللي ربنا تبارك وتعالى وضعه فيها بيجعل كل ثعبان صغير بيرجع نفس الطريق اللي خرجت منه أمهاتها مرة تانية، ويصبح البحر أو البحار كلها أو العروق كلها آهلة أو مزدحمة بهذه الصغار. إيه اللي خلاها عملت كده؟ دي فطرة أو طبيعة أو سجية ربنا تبارك وتعالى فطرها عليها. طيب، من خلال كل الغرائب اللي احنا أخذناها، سواء في العصفور الهزاز أو في الحصان أو في النحلة أو في العناكب المائية أو في الثعابين، اتعلمنا إيه من الدرس ده؟ هنتعلم طبعا أكيد أول حاجة حب الوطن، بدليل عودة العصفور الهزاز مرة تانية إلى داره. لازم الأمثلة دي كلها تدعونا إلى التفكر في الآيات الدالة على قدرة الله. ولما احنا نوصل فعلا لقدرة ربنا ونتعرف على حكمة ربنا في الخلق، أجد طبعا ده هيزيدنا إيمان بالله تبارك وتعالى، وهيزيدنا امتثال لأوامره، ودي أهم حاجة موجودة في الدرس النهاردة. وكلمة امتثال لأوامره أي الخضوع لأوامر ربنا تبارك وتعالى. بعض الأسئلة الموجودة على الدرس، لو سألنا مثلا ماذا نتعلم من هجرة الطيور؟ طبعا الطبيعي جدا هنتعلم منها حب الوطن، بدليل عودة العصفور الهزاز إلى داره مرة تانية، على الرغم أنه بيقطع آلاف الأميال أو 1000 ميل فوق عرض البحر اللي يعتبر كده خطر. كلمة غريزة بمعنى فطرة أو سجية أو طبيعة وجمعها غرائز. طيب، إمتى بيهاجر عصفور الهزاز؟ قال لي يهاجر في الخريف ويعود إلى عشه في الربيع التالي. ازاي النحله بترى الازهار؟ كيف ترى الازهار النحله الازهار؟ تراها بالضوء فوق البنفسجي الذي يجعلها اكثر جمالا في نظرها. كلمه تضل بمعنى تفقد ومضادها تهتدي.
ما الغريب في حياة الحصان؟ الغريب في حياة الحصان أنه يرى ولو كان الطريق غير واضح، يحس باختلاف درجة الحرارة في الطريق بعينين تتأثران قليلا بالأشعة تحت الحمراء. استكمالا للأسئلة، لماذا تصنع إحدى العناكب لنفسها عشا؟ قلنا لتلد صغارها وتربيها آمنة عليها من طيارات الموج. مما تصنع المنطاد أو البالون؟ تصنعه من خيوط العنكبوت. ما اللغز أو الشيء الغامض في حياة الثعابين؟ الشيء الغامض أو اللغز الغامض في حياة الثعابين إنها تهاجر عند اكتمال نموها من مختلف البرك والأنهار، قاصدة الأعماق السحيقة جنوبي برمودا، وهناك تبيض وتموت. أما صغارها فإنها تعود أدراجها، وهي لا تملك وسيلة لتعرف أي شيء. معنى أدراجها أي ترجع. ما الذي دفع الثعابين للعودة؟ عرفنا إن دفعها قانون خفي وفطرة فطرها الله عليها إلى الرجوع حيث كانت بعد أن تتم الرحلة. إيه اللي اتعلمناه بقى بالدرس؟ اتعلمنا أكيد حب الوطن، التفكر في الآيات الدالة على قدرة الله وعلى حكمته في الخلق ليزداد إيماننا بالله ويزيد إمسالنا لأوامره. وده هيكون ملخص درس اليوم اللي هو غرائب المخلوقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.